السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نبدأ جولتنا الصحفية مع صحيفة أخبار الخليج، ونستعرض معكم مشاهدينا أبرز ما جاء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ننتقل لصحيفة البلاد، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. وأكد سموه خلال اللقاء على الدور البارز للجهود المشتركة والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق المنجزات والنجاحات لمملكة البحرين على المستوى المختلفة، مشيرا سموه إلى مواصلة بناء حاضر ومستقبل الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، كما نوه بجهود أعضاء السلطة التشريعية وإسهاماتهم في تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم المواطن ويحقق تطلعاته. وفي الشأن الرياضي، نطالع من صحيفة الوطن أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أهمية الاستعداد الأمثل لاستضافة جولة دي بي وورد العالمية للغولف التي ستقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خلال الفترة من الأول حتى الرابع من فبراير لعام 2024. جاء ذلك لدى زيارة سموه للنادي الملكي للغولف في منطقة الرفاع فيوز أمس للإطلاع على مشروع تطوير النادي وتفقد مرافقه واستعدادا لاستضافة البطولة الدولية. ننتقل لصحيفة الوطن ونقرأ أنه بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام دشنت شركة البروتوكول الدبلوماسي للاتصالات وبالشراكة مع شركة والت ديزني للنشر ومؤسسة ناشونال جيوغرافيك الدولية كتاب ومشروع إكسبلور بيوند، والذي يبرز جوانب متعددة من السجل التاريخي والثقافي لمملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام على أهمية توثيق وإبراز المعالم الحضارية في مملكة البحرين وتعريف العالم بما تمتلكه من حضارة إنسانية وما وصلت إليه من تطور وتنمية في مختلف المجالات، مضيفا بأن هذا المشروع سيعمل على فتح نافذة مهمة لأبرز الإنجازات الحضارية في مملكة البحرين ما يساهم في دعم مختلف القطاعات. من صحيفة البلاد، نطالع أن سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تسلمت شهادتي الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس أيزو، حيث شمل الاعتماد من الجهة المانحة نظامي إدارة الجودة ومراقبة وقياس رضا المتعاملين للمركز، والذي جاء نتيجة لتلبية جميع متطلبات ومراحل التقييم المستقلة والتي أكدت على التطبيق الفعال والاحترافي للأنظمة بما يتوافق مع معايير المنظمة في مجال نظام إدارة الجودة ومراقبة وقياس رضا المتعاملين.
إلى صحيفة الأيام ونقرأ أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة أرسلت الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية. وبيّن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بأن هذه الشحنة تعتبر الثانية التي يتم إرسالها خلال أقل من أسبوع واحد، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها مملكة البحرين لدعم الأشقاء الفلسطينيين. هذا وتم عقد اجتماع لمناقشة الخطوات التنموية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بعد المرحلة إرسال الشحنات، حيث ناقشت اللجنة مشروع بناء مستشفى ميداني ومجمع سكني. نشرت صحيفة الأيام بياناً لجمعية الصحفيين البحرينية أعربت فيه عن استنكارها ورفضها لكل أشكال الاعتداء ضد الصحفيين والمراسلين المدنيين خلال تغطيتهم للحرب الدائرة في غزة وإدانتها للانتهاكات التي ترتكب ضدهم. وأكدت الجمعية في بيانها أن المراسلين والصحفيين يجب أن يكونوا تحت الحماية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدة على ضرورة السماح لهم بتأدية واجبهم الإعلامي في ظروف آمنة وممارسة حقهم في حرية التعبير وإيصال المعلومة الحقيقية للجمهور. للتاريخ، ماذا قال وزير الخارجية البحريني؟ عنوان مقال نشرته صحيفة أخبار الخليج للكاتب الصحفي محميد المحميد، فإلى سطور هذا المقال. هل يوجد بلد قام بمثل ما تقوم به مملكة البحرين في دعم القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر حتى الآن والتأكيد على الحق الفلسطيني والدعوة إلى وقف الحرب خلال زيارته الخارجية الرسمية؟ زيارة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني إلى فلسطين ولقائه الرئيس الفلسطيني تؤكد الموقف البحريني الثابت تجاه قضية الشعب الفلسطيني ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تلك الأوضاع الراهنة. زيارة أكد خلالها وزير الخارجية على نقطة أساسية سوف يتذكرها التاريخ تقديرا للرؤية الثاقبة في الدبلوماسية البحرينية الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم، وهي أن على المجتمع الدولي أن يقف متحدا ضد قتل المدنيين أينما كانوا، لأن موتهم لن يحل القضايا الأساسية، وهذه الكلمة التاريخية هي جوهر القضية الفلسطينية والصراع الدائم. هذه هي مملكة البحرين، وهذه هي مواقفها التاريخية الثابتة، وهذه قيادتها الحكيمة، وهذه هي دبلوماسيتها الفاعلة، وهذا هو الشعب البحريني العربي، ويجب أن نعتز ونفتخر بمواقفنا البحرينية الأصيلة. نقرأ من صحيفة الوطن أنه تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ينطلق غدا مؤتمر ميو كلينيك لأمراض القلب والشرايين في نسخته 7، وذلك بتنظيم الخدمات الطبية الملكية مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب. وأكد العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن مؤتمر ميو كلينيك هو مؤتمر دولي عالمي تحتضنه مملكة البحرين ليقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل استثنائي، وهو ما يجمع المتحدثين من ذوي الخبرة في هذا المجال مستقطبا ما يزيد على 250 مشاركا من الأطباء العالميين والمحليين. في إطار الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطبيق الاستخدام الأمثل للأنظمة بما يصب في مصلحة المرضى، قالت صحيفة البلاد إن سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية دشن نظام المعلومات الصحية الإلكتروني بنسخته الجديدة المطورة، وهو نظام آمن وموحد في كافة المستشفيات والمراكز يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وفي الشأن التعليمي قالت صحيفة الوطن أن وزارة التربية والتعليم بدأت إجراءات تسجيل الطلبة المستجدين للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024-2025، وذلك في صالة وزارة التربية والتعليم. وبحسب الجدول الزمني المعد لعملية التسجيل فإنها ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر المقبل، وعلى الراغبين بالتسجيل ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة لمواليد كل شهر وملء استمارة التسجيل الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مع ضرورة حضور الطفل لإجراء عملية التشخيص واصطحاب الوثائق الثبوتية الأصلية. نستعرض معكم مشاهدينا من صحيفة الأيام تقريراً صادراً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الأداء الاقتصادي المحلي خلال الربع الثاني للعام 2023. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالاً بعنوان نحو مؤسسات تعليمية ومجتمعية صديقة للبيئة للكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة ناصر، فإلى سطور هذا المقال. في عصر يتسم بالتغيرات المناخية أصبحت الاستدامة أمراً ضرورياً لضمان مستقبل مستدام، وأصبحت العديد من المؤسسات التعليمية تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من رؤيتها واستراتيجيتها. لذا فإن دمج المواضيع البيئية والتغيرات المناخية ضمن مناهج المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها يعد ذا أهمية كبيرة، والتي أصبحت من أهم القضايا البيئية على الساحة العالمية. وقد تم البدء في المملكة للعمل على دمج المصطلحات البيئية داخل المناهج التعليمية وإنشاء مؤسسات تعليمية صديقة للبيئة لتثقيف المجتمع وتنمية الوعي حول القضايا المناخية. إن تنفيذ مشروع المؤسسات التعليمية والمجتمعية الخضراء عملية ذات أبعاد وطنية تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك عن طريق تحديد عدد من المؤسسات التعليمية والتي توفر بيئة جاذبة. ثمة خطوات جادة وطموحة في المملكة نحو إيجاد طرق بشأن واحدة من أهم القضايا التي تهم مستقبل هذا الكوكب، وهي قضية التغيرات المناخية، لإيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.